وقت النشاط واقف عندك. فاعتمد على اكتر ناس الدوليين والناس اللي هي الستارز قوي اللي موجوده في كل ايه نادي، وخاصه الاربعه اللي بيلعبوا في افريقيا. لكن لو بحثنا كابتن خالد في كل المحافظات هتلاقي ناس، يعني مثلا وائل فراج ده انا ما مرنتوش بس شفته. نوعيه عبد الحليم علي بنقول على عمرو جمال. المشكله في الفيرويد، عشان تقول ده فيرويد يبقى لازم يعرف التحرك حوالين ال 18. امتى زي ما عبد الحليم مساري وهو ما اقدر مني في الفراغ ده يبقى محطه، امتى يستنى الناس اللي جايه، امتى لما فرقته مضغوطه يحط الكره تحت رجله ويجوا يساعدوه، امتى يعمل الكونتر اتاك، امتى يفضي للي جاي من ورا. ده لو هتلعب براس حربه، وده مش موجود حاليا. ده كل الناس عايزه تستلم، عايز يجيب جول. اللهم الا شفت انا وائل ده، باسم مرسي هيبقى احسن فيرود في مصر، بس ينسى موضوع اليقع والتحكيم والزق والحاجات دي، يعني ان شاء الله هياخدها بالخبره. عمرو ان شاء الله لما يرجع بالسلامه هتلاقي ناس كويس قوي، لكن ما اقدرش اعتمد على واحد مهاجم واقول له انت اللي تمحطه وانت اللي تجيب لي جون وانت اللي تسلم الناس. ما ينفعش. لازم زي ما قالوا الكباتن الثلاثه اللي وراه يبقى كل واحد عارف المهمه بتاعته ايه من ناحيه هجوميه وناحيه دفاعيه. ده عشان تخلق فعلا زي ما انا بقول لك، ودي نادره دلوقتي، مهاجم عصري. الخطيب على ابو جريشه، علي خليل، عبد الحليم، الجيل بتاعنا، الجيل القادم، الشاذلي، مصطفى رياض، الناس دي يعني كانت فرود، وكانت الطريقه كانت قربت لكده. يعني كنا بنلعب 4-2-4 4-3-3، بس كان واحد كل واحد ليه مواصفاته. فحتى لما تيجي الاختيار عندك بتبقى صعب، احط النهارده مين؟ كابتن حسن شحاته ولا حيره من كتر اللي جاهزين. النهارده حيره من كتر اللي ما انتش لاقي. وبعدين اللي عندك دايما ادوا احساس ان انت شغلتك تجيب جول. فبقى عنده اللي زي كان يقول ايه، انت عايزين خالد يركز. ما هو برضك خالد معذور في ايه وانا معاهم، ان هو عايز يجيب جون عشان يحصل انفراج عنده. وما يسمعش الكلام بتاع بره، بقى احنا جايبينك عشان تجيب، ما بتجيبش، وبتلعب كل الماتشات، فعشان ما يدلوش حاجه نفسيه. لكن هو لو بهدوء هتجيب جون. لو في تمرينات فرديه للمهاجمين في كل المواقف، كل يوم في التدريب او 3-4 ايام في الاسبوع حسب البرنامج، هتحس ان هو عنده ثقه بينه وبين الجون عمار زي ما بيقولوا، ولا يا حلم صح؟ تمرين بالعرض مش عارف من جوه، دي بتديله ثقه. لكن بنيان او تبني او تعمل مهاجم، اعتقد ده عايز شغل كتير جدا من تحت. طيب كابتن